السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الموسم الجديد 2021-2022. الجولة الخامسة فاضل فيها مباراة برشلونة أم غرناطة، أنا بصور في نفس اليوم يوم الاثنين الموافق 20/9/2021، أما الجولة هتبدأ غدا الثلاثاء 21/9/2021. متابعينا الكرام، يوم الاثنين هي المباراة بين برشلونة وغرناطة، يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى 21/9/2021 ختافي هيلعب امام اتلتيكو مدريد الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، الفيديو بتوقيت مصر وليبيا والسودان. هو عندنا كده كده احنا عندنا توقيتين اتنين بس، هما 7:30 مساء و10 مساء. يعني مثلا توقيت 7:30 مساء ختافي امام اتلتيكو مدريد، 7:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 8:30 مساء توقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والاردن وفلسطين ولبنان، 9:30 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان، 6:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و5:30 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. ختافي امام اتلتيكو مدريد، القناه الناقله للمباراه قناه بين سبورتس اتش دي 1 او بين سبورتس الاولى، ومعلق المباراه عصام الشوالي. بعد كده عندنا مباراتين في نفس التوقيت، الساعه 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعه 11 مساء بتوقيت مكه المكرمه السعوديه والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والاردن وفلسطين ولبنان، الساعة 12 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، الساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا، والساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. أتلتيك بلباو هيلعب أمام راي فايكانو الساعة 10 مساء زي ما قلنا توقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 1 أو بين سبورتس الأولى. وليفانتا هيلعب أمام سيلتا فيجو في نفس التوقيت على قناة بين سبورتس اتش دي 3 أو بين سبورتس الثالثة. يوم الأربعاء 22/9/2021 إسبانيول هيلعب أمام ديبورتيفو ألافيز الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة للمباراة ادي مباراة اسبانيول امام زي ما قلنا ديبورتيفو الافيز 7:30 مساء بتوقيت مصر. وطبعا قلنا باقي التوقيتات بالنسبة للدول العربية 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، قلنا باقي الكلام ده في اليوم الثلاثاء. المباراة على قناة بين سبورتس اتش دي 4 او بين سبورتس الرابعة. اما مباراة اشبيلية امام فالنسيا ميعادها 7:30 مساء بتوقيت مصر، ايضا 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 1 او بين سبورتس الاولى، معالج المباراة خالد الحدي. بعد كده عندنا مباراتين في نفس التوقيت، ريال مدريد هيلعب امام مايوركا الساعه 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكه المكرمه، ووضحت باقي التوقيت بالنسبه ليوم الثلاثاء يعني الدول العربيه. يعني على القناه الناقله لمباراه ريال مدريد ومايوركا قناه بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم الاولى بريميوم، معلق المباراه صور الذهب، كذلك قناه بين سبورتس اتش دي 1 الاولى العاديه. اما مباراه فياريال امام اليتشي، يعني لو جينا نشوف مثلا فياريال امام اليتشي باذن الله تعالى هتكون على قناة متابعين الكرام قناة بين سبورتس اتش دي 4، ايضا فياريال امام اليتشي في الدوري الاسباني الجولة الستة. متابعين الكرام، فياريال واليتشي على قناة بين سبورتس اتش دي 4 او 4. يوم الخميس 23/9/2021 غرناطة هتلعب امام ريال سوسيداد الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. غرناطة هتلعب امام ريال بيتيس زي ما قلنا، ريال سوسيداد عذرا، على قناة بين سبورتس اتش دي 2 او بين سبورتس التانية. اما المباراة اللي هي بين اوساسونا امام ريال بيتيس في نفس التوقيت 7:30 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 1 او بين سبورتس الاولى. قادش هتلعب امام برشلونة في الجولة الستة الساعة 10 مساء بتوقيت مصر يوم الخميس الموافق 23/9/2021، 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم الاولى بريميوم، كذلك قناة بين سبورتس اتش دي 1 العادية الاولى العادية، ومعلق المباراة حفيظ الدراجي. اشترك في القناه وفعل زر الجرس اعمل لايك الفيديو. المباريات المطلوب توقعها مباراه قادش امام برشلونه، مباراه ريال مدريد ومايوركا، مباراه اشبيليه وفالنسيا، وايضا مباراه اتلتيكو مدريد امام ختافي. اشترك في القناه وفعل زر الجرس اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد دور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.